السلام عليكم، معكم علي الرفاعي. اليوم بتكلم لكم عن المنفروتو الديجيتال دايركتور. الديجيتال دايركتور من منفروتو جهاز جدا ممتاز، عبارة يشابه الكيسات. احنا نقدر نركب فيه الايباد اير او الايباد اير 2 بطريقة سريعة. احنا نشوفها من وصل الجهاز في لوك وفي USB. USB عشان نوصل الجهاز اللي فيه مايكرو بروسيسور اللي هو الكيس للكاميرا، ونقدر نشوف الصور، ونقدر نستعمل الايباد كمونيتور خاص مع الكاميرا. فاحنا بنراويكم تفاصيل اكثر سريعه، شو نقدر نسوي وقت تصوير الفيديو وقت تصوير الفوتو. الحين طبعا وصلنا الانتي روتيشن ارم من مانفروتو في الجهاز الديجيتال دايركتور. حلو في هاي الانتي روتيشن نحن نقدر نوصل القطعه من هني في المانفروتو ترايبودز. مجرد اوصله الحين طبعا الجهاز على الترايبود، وعندنا الكاميرا موجوده، وصلنا اليو اس بي. اليو اس بي راح يوصل في الديجيتال دايركتور من ورا. الحين كل شيء مسكر، ما شغلنا ولا شيء. اول شيء بنسويه بنفتح الايباد، بنفتح البرنامج، وفي زر هني حق تشغيل البرنامج والجهاز. طبعا الحين هاي البرنامج شكل، انا قاعد احرك الكاميرا، قاعد نشوف لايف فيو من اللي قاعد يصير في الكاميرا. ممكن نسوي فوكس اي مكان نحتاجه. الشيء الاحلى ان احنا نقدر نسوي زوم علشان ناخذ فاين فوكس، شلون نعدل. او من الكاميرا الحين بحرك لكم الفوكس. ونقدر نرجع. عندنا هنا تحكم بالايزو. الحين اقدر ازيد الايزو. شيء ثاني اقدر اتحكم بالشتر. في نفس الوقت اقدر اتحكم بالابرتشر. كمثال الحين اذا انا احتاج ازيد الايزو واسوي الاكسبوجر مالي، انا شايفه عجبني. فوكس، نصور. هاي بكل بساطة في الموفي مود. ممكن طبعا الحين نروح على مسامحة على الفوتو مود. الحين نروح على الموفي مود ونغير في الكاميرا نفس الشيء. عندنا خيارات وايد هني بعد. طبعا بزيد الايزو عشان الصورة تصير اوضح. عندنا فول سكرين نفس الشيء، احنا نقدر نسوي فوكس. وفي نفس الوقت هني زر الشتر، يعني ممكن اضغط. الحين الكاميرا قاعد تصور مع الاوديو مونيتور. نوقف، نقدر نحرك هذه الشتر مالنا. نقدر ني نسوي فوكس بيكينج علشان يساعدنا وين نسوي فوكس. في شيء ثاني ان عندنا البوم، عقب ما نصور ممكن احنا نجيب الصور نحطهم هني. هاي صور طبعا قديمه مصوره، ونقدر نسوي لهم ريتنج، نسوي البومز، كله داخل البرنامج عشان كل شيء يكون مرتب داخل الجهاز.